عناوين الأخبار. مدينة سكنية جديدة في ولاية المنسي. تمكين عائلات الشهداء الأمنيين والعسكريين من مسكن. بنزرت الموافقة على تخصيص أراض لعدة مشاريع عقارية. دعما للسياحة التونسية، رحلة جوية من بلجيكا إلى سوسة. معرض المشاريع العقارية والخدمات للجمعية المهنية للبعث العقاري. مشاركة تونس بالصالون الدولي للبناء باتيفوار 2015. مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية. تفاصيل الأخبار. مدينة سكنية جديدة في ولاية المنستير. من المنتظر أن ينطلق قريبا أعداد الدراسات الخاصة بإنجاز مشروع لإحداث قطب سكني نموذجي بولاية المنستير، على أن تنتهي هذه الدراسات في غضون سنتين. ويمتد هذا المشروع الذي هو عبارة عن مدينة سكنية جديدة قريبة من بلديات المنستير وسحلين وخنيس وبمبلا على مساحة 800 هكتار، منها حوالي 30% مساكن. وقد أكد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلف بالإسكان على أن هذا المشروع من شأنه أن يحل مشكل الأراضي الصالحة للبناء لكل شرائح المجتمع، خاصة لأصيل المدن المحاذية للمشروع وللولاية عامة. تمكين عائلات الشهداء الأمنيين والعسكريين من مساكن. مثلت إجراءات توفير مزيد المساكن لعائلات شهداء الأمن والجيش الوطني محور جلسة عمل التأمت بمقر وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. وتم خلال هذه الجلسة مناقشة طرق مساعدة عائلات شهداء الأمن والجيش الوطني حسب وضعيتهم الاجتماعية، سواء عبر توفير مسكن أو بناء مسكن جديد أو تحسين مسكن في حال تكون الوضعية الاجتماعية لعائلة الشهيد لا تتطلب تسليم أو بناء مسكن جديد. وتم الاتفاق خلال الجلسة على تكون القائمة النهائية للمنتفعين جاهزة نهاية شهر أوت الجاري، وسيتم ضبطها حسب الأولويات وبناء على البحوث الاجتماعية. بنزرت الموافقة على تخصيص أراض لعدة مشاريع عقارية. التهمت ببنزرت صباح الأربعاء المنقضي بوزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية جلسة عمل تحت إشراف رئيس الديوان وبحضور ممثلين عن الولاية. واستعرضت الجلسة أهم الإشكاليات العقارية بالولاية وكيفية معالجتها، وخلصت إلى جملة من القرارات أهمها الموافقة على تخصيص عقارات لإنجاز مشاريع والدعوة لحل الإشكاليات بشأن بعض المشاريع المعطلة والمرصود لها اعتمادات، والتعهد بإعداد أمثلة أشغال مختلفة على المستوى الجهوي، وتكثيف التنسيق الإداري لتسهيل عمليات التخصيص والمعاوضة وتغيير صبغة العقار خاصة الفلاحي منه لإنجاز المشاريع. دعما للسياحة التونسية، رحلة جوية من بلجيكا إلى سوسة. أعلنت لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس، وهي جمعية ناشطة في بلجيكا، عن إطلاق مبادرة تتمثل في تنظيم رحلة جوية من بلجيكا في اتجاه سوسة يوم 18 من سبتمبر المقبل دعما للسياحة التونسية. وأكد رئيس الجمعية فتحي الحاج علي خلال ندوة صحفية عقدها بتونس أن الرحلة التي ستتواصل من 18 إلى 21 من سبتمبر تأتي ردا على قرار الخارجية البلجيكية الداعي إلى تجنب السفر مؤقتا إلى تونس. معرض المشاريع العقارية والخدمات للجمعية المهنية للبعث العقاري. افتتح كاتب الدولة للإسكان صباح الثلاثاء المنقضي معرض المشاريع العقارية والخدمات للجمعية المهنية للبعث العقاري أبيكا، الذي انتظم بمقر الجمعية بمنطقة النصر بالعاصمة، وبمشاركة 16 عارضا مختصين في مجال البعث العقاري بمختلف مكوناته وبحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات البنكية. ستكون قاعة العرض للمشاريع السكنية ومواد البناء فضاء قارا لعرض المشاريع السكنية الجديدة للباعثين العقاريين، وذلك في إطار تقريب الخدمات للراغبين في اقتناء مساكن من جميع الأصناف. مشاركة تونس بالصالون الدولي للبناء باتيفوار 2015. في إطار الاستعداد لمشاركة تونس في معرض باتيفوار بأبيجان من 7 إلى 10 من سبتمبر المقبل، أكد كاتب الدولة للإسكان على أهمية السوق الإيفوارية في مجال الاستثمار،
خصوصا مع ما تسجله البلاد من نسبة نمو مرتفعة تبلغ 10% سنويا. وأكد على دعم الحكومة واهتمامها بمشاركة المستثمرين التونسيين في السوق الإفريقية، مشيرا إلى أن المعرض يمثل فرصة لكل المهنيين والشركات العاملة في قطاع البناء ومكاتب الدراسات لفتح أفاق جديدة والتسويق للمنتوج التونسي. وأضاف أن أفريقيا محتاجة للخبرة التونسية في قطاع البناء، كما تمثل سوق مفتوحة للباحثين العقاريين. وينتظر أن يشارك في المعرض 30 شركة تونسية مختصة في قطاع البناء، وسيترأس كاتب الدولة للإسكان الوفد الذي سيتحول إلى أبيجان. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى نهاية نشرتنا العقارية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.